وقفي. هلأ كلياتنا رح نبلش بمراسم قبل الزواج، وبدي منكن نروح نكمل المراسم قبل ما نبلش بالكركم مشان كل شي يكون منيح. ايه معك حق شاردة. جانفي، أديتيا، تعالوا. لازم يكونوا حطوا الكركم هلأ. ليش ما حدا اتصل فيني؟ لو سمحتي لا تقلقي، أكيد هالشي اللي صار لسبب، وأكيد هنن وقعوا لأنه كله خير. لو ما كان في شي ما كان وقع. المهم هلأ لا تشغلي بالك، أنتي مو عندك كركم بالبيت؟ لكن خديني على المطبخ ورح أعمل كركم من جديد. طيب ماشي، بالأول خليني قيمي اللي وقعوا. طيب هلو شاردة، كل شي منيح؟ ايه اطمن كل شي منيح هون. كيف يعني كل شي منيح؟ جانفي مبسوطة؟ ايه مبسوطة حبيبتي. طيب حطيتوا الكركم؟ يلي حضرته بالبيت ما حطينا، عملنا كركم جديد من عند جانفي لأنه اللي عملته وقع على الأرض. أنا لازم روح، بحكي معك بعدين. يلي كنت مخطط له هالمرة ما زبط. نيشا وجانفي هنن اتنين بيحبوا نفس الرجال بجنون، بس إذا تخلصت منه بوقت هنن اتنين رح يبعدوا عن طريق. نهايتك صارت قريبة يا آدي، جاهز حالك. هذا تأثير الكركم ولا تأثير حبي؟ شو كيف حاسة أنسة أجروال؟ ولا مو سعيدة لأنك رح تصيري مدام جيندال عن قريب؟ هالشي مثل الحلم. بتعرف أديتيا، ولا مرة فكرت إنه هالشي ممكن يتحقق. بتعرفي شو جانفي؟ أنا رح أحاول أعطيكي سعادة العالم كله. رح أعطيكي كل شي ورح أقدم لك أحسن شي بوعدك. بعرف يا أديتيا، بالمناسبة لما بفكر باللي عم بيصير بحس إنه نحن خلقنا لبعض، صح؟ بتعرفي جانفي، قبل ما أنت تدخلي على حياتي أنا كنت مفكر إنه حياتي مستحيل تتغير للأحسن، ومن بعد ما عرفتك صرت متفائل وصار عندي شيء اسعى من شانه. بتعرفي انتي احسن رفيقة الي واللي بقدر شاركها بكل شيء بدون ما اخاف. بصراحة انا ما لازم اقول اي شيء لانه انتي بتفهمي كل شيء بدون ما اقوله.
بس أنا بعرف إنه حياتك صارت كتير صعبة باليوم اللي دخلتي فيه على حياتي.